الاهلي. انا معايا طبعا في هذه اللحظات كابتن سامي قمصان، واحد من نجوم النادي الاهلي. ايضا برحب بك يا كابتن سامي، ان شاء الله باذن الله تكونوا موفقين. تركيز وحماس وجديه شايفينها بشكل كبير، اللعيبه قافله على بعضها ان شاء الله باذن الله. كل المجهود اللي بيبذل من الجهاز الفني ومن اللاعبين، ربنا يكون موفقنا ان شاء الله في مباراه السبت باذن الله. ربنا يخليك. طبعا تحياتي كابتن هاني، وانت شفت تمرين النهارده، اللعيبه قد ايه مركزه، عندها هدف واحد بس بتلعب من خلاله. عندنا ثلاث خطوات ان شاء الله نتمنى ان احنا ان شاء الله نعديها. مباراه مهمه، مباراه كبيره، فرقتين كبار، لكن يبقى الاهلي بتاريخه وانجازاته وبطولاته الحمد لله يكون ليه الكلمه ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله ويكون في حالتنا، وكل لعيبه ان شاء الله موفقه في الماتش ان شاء الله. شفنا التدريب الاول يا كابتن سامي، الحقيقه واضح التركيز الكبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. يمكن علي معلول تواجد سفر طويل، جيرالدو طويل، لكن واضح جدته وحماسه وشارك في جرعه تدريبيه قويه النهارده كمان، واضح حماسه. على ما اعتقد مستر بيتسو موسيماني اشاد بالتدريب امبارح وتدريب الامس على الروح الكبيره لعيبه النادي الاهلي. وزي ما انت قلت اللعيبه مركزه تركيز كويس جدا، بتلعب على هدف كبير، حاسين بالمسؤوليه، حاسين بقيمه النادي الاهلي، عارفين الجمهور قد ايه محتاج البطوله ديت. فطبعا كل شكر للعيبه كلها، وزي ما انت قلت علي جاي من فيينا وجيراردو جاي برده من مسافه كبيره جدا، ركزوا، كانوا مصممين جدا ان هم يشاركوا في التمرين. وزي ما انت قلت الراجل عامل حاله كويسه وموصل اللعيبه لحاله بدنيه وفنيه وخططيه ونفسيه كويسه. اتمنى ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون يومنا ان شاء الله خطوه ان شاء الله نحو ان شاء الله المباراه النهائيه ان شاء الله. النهارده اليوم الثالث يا كابتن سامي على التوالي هنا في كازابلانكا، يعني الاجواء انطباعك ايه على طبعا فندق الاقامه اكيد فندق هادي جدا وبيساعد اللعيبه بشكل كبير، لكن انطباعك على الاجواء ايه؟ في اهتمام اعلامي كبير جدا على هذه المباراه بالنسبه للمغاربه، يعني حطينا في الاجواء كده يا كابتن سامي، شايف الانطباع ازاي وشايف الاجواء ازاي هنا في المغرب؟ انت بتتكلم على النهائي، نصف نهائي بطوله افريقيا، اكبر بطوله موجوده في القاره، خصوصا بطوله الابطال، دوري الابطال طبعا. يعني انت شايف الفندق اللي الحمد لله احنا قافلين على نفسنا كويس، الاجواء طبعا بالنسبه لنا الحمد لله يعتبر مثاليه. برضو كانت لنا افضليه اللي احنا نيجي برضو قبلها بحوالي 4 ايام، مهمه جدا، كان دي من الحاجات برضو اللي احنا استفدنا بيها منها البطوله اللي فاتت. اطار خاصه طبعا، طبعا مش كل الشكر لمجلس اداره، طبعا كابتن برضو موجوده معانا في كل تحركاتنا في الاكل والشرب والتدريب، طبعا موصل للعيبه برضو قد ايه قيمه المباراه، وان شاء الله اتمنى نكون عند حسن ظن وحسن ظن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. عدد من اللعيبه اطمنا عليها، الشناوي وايمن اشرف ومحمود وحيد، يعني بينقصنا بقى نشوف كهربا ان شاء الله باذن الله. مش هنتكلم على فرصه، لكن هنتكلم على الجاهزيه العامه لعيبه النادي الاهلي بشكل عام. عندنا اصابات كتيره، لكن اطمنا على عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي في المعسكر ده كابتن. الحمد لله زي ما انت قلت ان كل اللعيبه شاركت باستثناء بس كهربا، ان شاء الله اتمنى ممكن يكون يشارك في جزء من التمرين بكره، لو ما كانش كده ان شاء الله بعد المباراه ان شاء الله يلحقنا ويكون له فرصه ان شاء الله يشارك في المباراه الثانيه. لكن الحمد لله كل اللاعبين شاركوا النهارده، الشناوي الحمد لله من امبارح برده بيشارك، ايمن اشرف نفس القصه، محمود وحيد الحمد لله، علي برده بعد رجوعه جيراردو وبعد لعبوا مباراتين مهمين برده في الفيفا دي، اعتقد الحمد لله يعتبر كاملين باستثناء طبعا اللعيبه المصابه اصابه كبيره وكهرباء، لكن ان شاء الله يكون اللعيبه على الموعد ان شاء الله ويؤدي ان شاء الله مباراه كبيره بيوم وبعد المسؤوليه ان شاء الله يعملوا نتيجه ان شاء الله مرضيه لينا ولجمهورنا ان شاء الله. اجتماعات مكثفه مع بيتسو موسيماني، بيجتمع مع الجهاز على طول، احاديثه مع اللاعبين على طول، بيستشير الكابتن سامي وايضا كمان كيفن المدرب الخاص بفريق النادي الاهلي. كلام على ايه يا كابتن سامي والحديث على ايه؟ الراجل يمكن عنده رغبه كبيره جدا ان شاء الله احنا نرجع من هنا زي ما الرغبه موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. الكواليس دي بتهم اكيد الجماهير، جماهير عايزه تطمن يا كابتن سامي. وطبعا طموح لكل المنظومه الموجوده في النادي الاهلي، من اول الجمهور للاداره للجهاز الفني للعيبه، ممكن هو قد ايه عارف قيمه البطوله ديت، عنده خبرات كبيره حققها قبل كده، عارف قيمه النادي الاهلي. يمكن زي ما انت قلت اجتماعات على طول، يمكن احنا يعني بين كل اجتماعات، بين كل سواء اكل او تمرين في اجتماع، اذا نتكلم على الفرقه، نتكلم على فرقتنا، الحلول اللي نقدر نلعب بيها، الطريقه اللي نلعب بيها، التشكيل الامثل. فاعتقد الحمد لله كل ده انت بتحاول ان انت بتاخد بالاسباب، وهو راجل يعني بيهتم جدا بالتفاصيل، لان هو راجل عاش التجربه دي قبل كده، وشاف قد ايه ان التفاصيل دي بتفرق قد ايه في البطولات اللي زي ديت. يعني يمكن هو برده من اكتر الفرق اللي لعبها فرقه الوداد، يمكن كنا بنتكلم من اول امبارح عن الموضوع دوت، يعني لعب الوداد فترات كبيره جدا، صدفه اللي هم يعني حوالي 3 سنين او 4 سنين كل مره بيبقوا معاهم في دوري المجموعات. فاعتقد اللي هو يعني عنده معلومات كبيره عنهم ويلعبهم، واتمنى ان شاء الله التوفيق ليهم ولينا ان شاء الله، التوفيق لينا ان شاء الله. اخيرا يا كابتن سامي، روح البطل وشخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء ان شاء الله هي اللي تحسم هذه المباراه. هو ده الرهان على طول دايما لينا، النادي الاهلي كبير دايما، النادي الاهلي اكبر فرقه حققت بطولات في افريقيا، لعيبه عارفين قد ايه قدر وقيمه النادي الاهلي،
بطوله ان شاء الله عارفينها اللي هي ان شاء الله الجمهور النادي الاهلي مستناه، واحنا ان شاء الله باذن الله هنقاتل لحد اخر نفس لينا، وده على طول مع اللعيبه كل كلامهم كده، حتى اجتماعاتهم مع بعض اللعيبه على طول بتجتمع كل يوم مصممين على الهدف دوت. اتمنى ان شاء الله يا رب تكون من نصيبنا، وان شاء الله انا حاسس ان شاء الله اللي هي ان شاء الله قريبه باذن الله. شكرا 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 شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي مصاب مدرب فريق النادي الاهلي. هي دي روح يا كابتن هاني اللي بنقلها لك كل يوم، اللعيبه عندها اصرار وعندها جديه وعندها امل كبير جدا، الرغبه موجوده وبنتمنى التوفيق يكون معانا، لكن من الحماس الكبير اللي بنشوفه من حديث الجهاز الفني ومن التحضير الكبير فنيا لهذه المباراه ان شاء الله باذن الله نكون في الميعاد يوم السبت باذن الله. انا عايز انوه كمان سريعا يا كابتن هاني، يعني كنا متعودين ان في كل المباريات بيكون في مؤتمر صحفي قبل المباراه، لكن مع الظرف الخاص بجائحه كورونا تم الغاء المؤتمر الصحفي غدا اللي بيكون قبل المباراة، وهيتم أيضا كمان إلغاء المؤتمر اللي هيكون بعد المباراة. الخاص بمباراة الوداد المغربي والنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله كل الأمور تكون طيبة، يعني بنتمنى بقى إن شاء الله بإذن تدريب الغد زي ما عهدنا لعيبة النادي الأهلي ما يبقاش فيه أي إصابات.